السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أعطاني شخص مبلغا من المال وقال لي أنفقه على من تراه محتاجا، والسؤال هل يجوز أن أنفقه علي إذا كنت محتاجا؟ لا، أنت وكيل، والوكيل لا يأخذ لنفسه ولا يأخذ لمن لا تقبل شهادته له، لأنه أمرك أن تعطيه لغيرك، قال أعطه محتاجا. فإذا كنت محتاجا تقول له، قل له أنا محتاج، فإذا أذن لك فخذ. نعم.